فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. إن الله وملائكته يصلون على النبي صلوا يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم Ya Rabbi, salli
aman, aman, aman di Indonesia, aman. Amin, 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 ya Rabbal Alamin, ya Rabbi salli ala Rasul Muhammad. Salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahul janan minat tasdiqi biha wal idhan. Tadbutu biha fi suduri minal iman yang qawaiduh wa taluhu ala ahlil yaqini min wasirri dhalikal idhani wa tasdiqi syawahiduh wa ashadu anna sayyidana Muhammad al-abda syadiqa fi qawlihi wa fi'lih wal muballighu anillahi ma marahu bitablighi li khalqihi min fardihi wa naflih abdun arsalahu allahu lil alamina bashiran wa nadhira wa ballagha ar risalah wa adda al amanah wa hada allahu bihi minal ummati basharan kathira fakana fi zulmatil jahli lil mustabashirina sirajan wa qamaran munira fama a'zamaha min minnatin takarrama allahu biha ala al bashar wa ma awsa'aha min nimmatin inna syarra sirruha fil bahri wal bar. Allahumma salli wa sallim bi ajali salawati wa ajma'iha wa azkat tahiyyati wa awsa'iha ala hadal abdil ladhi wafa bihaqil ubudiyyah wa baraza fiha fi khil'atil kamali wa qama bihaqil rububiyyati fi mawatinil khidmati lillah Allahu alaihi wa yatal iqbal salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi salatan yattasilu biha ruhul musalli alaihi bi fayambasidu fi qalbihi nuru sirri ta'alluqihi bihi wa hubbi wa yuktabu biha bi'inayatillahi fi hizbih wa ala alihi wa sahbihi alladhi nartaqaw sahwatal majdi biqurbih wa tafayya'u zilala syarafil asliyi biwaddihi wa hubbih ma a'adaral aqwa bin ashri zikara أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Falamma ta'allaqat iradatullahi fil ilmil qadim biduhuri asrari takhsisi rabbil basharil karim bitaqdimi wat takrim nafadatil qudratul bahirah bin ni'matil wasi'atil wal minnatil ghamirah fanfalaqat baydatut taswir fil alamil mutlaqil kabir an jamalihum mashhudin bil 'ayn
التعاون لوصف الكمال المطلق والحسن التام والزين فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلام الكريمة والبطون فما من سلب الدمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قدرت الأقدار الأزلية بما قدت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلام الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في علم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراقم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معشار أوصاف ذلك الموصوف تشويق للسامعين من خواص المؤمنين وتروي حال المتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا ترب الأقلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين وبقيت رايته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين داع التعلق بهذه الهضرة الكريمة ولعج تشوفي إلى سماء أوصافها العظيمة ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخل في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان بروح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلي وسلم على سيدنا محمد صلوا عليه وعلى آل سيدنا محمد صلى الله رسول الله والبدوي ورجال من بني علوي سلكوا في منهج نبوي
الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائق الأسماء والأبصار وقد بلغنا في الأحاديث وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المودع في هذه السورة فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث
وقد تعدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودع هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم بأبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمس أهشاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الدرة وصونها فهملس برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشقوا منه ألما ولا عللا حتى مر الشهر بعد الشهر من حمله وقرب وقد بروزه إلى عالم الشهادة لتنبسط على أهل هذا العالم على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويكشي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى بروزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغنى من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متدلقة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهره الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم صل وسلم على سيدنا محمد صل وعلى آل سيدنا محمد صلى الله عليه سعدونا في دنيا فوزونا في الأخرى
al-kubra bi Khadijah al-kubra wa Fatimah az-Zahra sa'duna fi dunya fawzuna fil ukhra bi Khadijah al-kubra wa Fatimah az-Zahra bi Khadijah al-kubra wa Fatimah az-Zahra sa'duna fi dunya Al-Fatihah.
Sinatul malaikati bitabshiri lil alamin ta'id subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ولقدرت كشفت قناع هذا المستور ليبرز نوره الكامل في عالم الظهور نورا فاغر لنور صلى عليه وانفد الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أي حضر عند ودعه أمة تاني سالي جنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السمات الممدود فادرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضوره وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مدعنا لله بالتعظيم والسجود على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيب الله يا حبيب الله طلع البدر علينا من Oh.
من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع في كل جميل وجمال يا مطاع وتجليت لقلبي مسفرا صلى الله عليه وسلم من بطن أمه برز رافعا طرفه إلى السماء مؤميا بذلك الرفع إلى أن له شرفا على مجده وسماء وغان وقت مولد سيد الكونين من الشهور شهر ربيع الأول ومن الأيام يوم الاثنين وموضع ولادته وقبره بالحرمين وقد ورد أنه صلى الله عليه وسلم ولد محتونا محولا مقطوع السرة تولى ذلك لشرفه عند الله أيدي القدرة ومع بروزه إلى هذا العالم ظهر من العجائب ما يدل على أنه أشرف المخلوقين وأفضل الحبائب فقد ورد عن عبد الرحمن بن عوف عن أمه الشفاء رضي الله عنهما قالت لما ولدت آمنة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم
وسلم وقع على يدي فاستهل فسمعت قائلا يقول رحمك الله أو رحمك ربك قالت الشفاء فأضاء له ما بين المشرق والمغرب حتى نظرت إلى بعد قصور الروم قالت ثم ألبسته وأنجعته فلم أنشب أن غشيتني ظلمة ورعب وكشعريرة عن يميني فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المغرب وأسفر ذلك عني ثم عاودني الرعب والظلمة والكشعريرة عن يساري فسمعت قائلا يقول أين ذهبت به قال إلى المشرق قالت فلم يزل الحديث مني على بال حتى ابتعثه الله فكنت من أول الناس إسلاما وكم ترجمت السنة من عظيم المعجزات وباهر الآيات البينات بما يقضي بعظيم شرفه عند مولاه وأن عين عنايته في كل حين ترعى وأنه الهادي إلى صراط المستقيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى صلي وسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله سيدنا محمد صلى الله عليه وأحسن منك لم تر قط عين وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله يا حبيب الله 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 صلوا على النبي محمد صلوا عليه نامت عيوني يوما نامت والحنين نما راحة تعتويني رؤيا Ahmad
يعرفه قلبي. Jami'ul kaunilana
صفرتي الشبه بدا من طلعتي والليل دجى بوكرتي وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا بل الرؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم باليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاقه الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائس الأقوياء من البرية ومن نشر طيبه تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى هذين الوجود أجملت في مسعي الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قد تعالى مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفته العلم من وقاع مولده النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه.